تسمع قول جدهم آل بيتي حبل ممدود بين السماوات والأرض، فمن تعلق به نجا. آل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلى عنها هلك، ولكن انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. ايها الاخوة الكرام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة طيبة صعدت الى رب كريم، داعين المولى عز وجل ان يجعل هذه الليلة القرآنية العابرة في ميزان حسناتها يا رب العالمين. يا مصر قومي واسمعي القرآن، يا مصر قومي واسمعي القرآن. في ليلة تكريم اعلى تبو علي وتزلزل الوجدان، يا مصر قومي واسمعي القرآن. جاءك الدكتور حامد سفوت مروج القرآن. اللهم يا رب العالمين ان تحفظ مصر وديشها وشعبها ورجال امنها يا رب العالمين. التقى الان منصة التلاوة قارئ الاحداد الطاهرة وفاتحة قراء محافظة البحيرة فضيلة القارئ العالم الكبير الدكتور حامد منصور تفوت القطعاني، داعين له بالتوفيق. ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
الله اللون وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين
العاشقين صدق الله. إن المسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والصابرين. تعالي ايش حلاوة يا بابا؟ الله يزيدك يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور، الله يكرمك يا دكتور. يا رب يا رب. والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين الصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين المتصدقات والصابرين
Yeah.
الله يزيدك يا رب يا رب. وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى وكان أمر الله
في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه
لكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله سبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين
صلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان صلى الله عليه وسلم. يا رب. يا أيها
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. يا رب وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها.
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي قد تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ حامد منصور صفوت القطعاني، إدارة الصوت والضوء وأولى مخازن الفراشة الحديثة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة في أنحاء الجمهورية تحت إدارة وإشراف الحاج بطل العباسي للخدمات الفندقية العالية. تتقدم الأسرة الكريمة عائلات أبو عليوة بأنحاء الجمهورية بخالص الشكر والتقدير في كل من وساهم في هذا العزاء.